الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين تعرضوا لضربات قاسية في سوريا وتشكلت في الآونة الأخيرة أسس لتحسين الأوضاع وعودة الشعب السوري لمزاولة حياته الطبيعية في أجواء يسودها السلام. وأكد بوتين في مقالة له قبيل انعقاد القمة الدورية التاسعة لمجموعة بريكس في الصين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سوريا وبلدان ومناطق أخرى من العالم، داعيا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط عبر أسس القوانين الدولية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تتعامل مع جميع الدول لحل الأزمات في المنطقة. وفي كلمة له أمام طلاب ومعلمي معهد العلاقات الخارجية في موسكو، أكد لافروف أن السوريين هم وحدهم من يقررون مصيرهم ومستقبل بلادهم. لافروف أضاف أن واشنطن عجزت عن لعب دور في تسوية الأزمة في سوريا، كما عجزت عن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، معربا عن جهوزية روسيا للمحادثات مع شركائها بغية التوصل إلى حلول لجميع الأزمات. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 14 و15 من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية الكازاخستانية أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك في 13 أيلول قبيل محادثات أستانا 6. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين تعرضوا لضربات قاسية في سوريا وتشكلت في الآونة الأخيرة أسس لتحسين الأوضاع وعودة الشعب السوري لمزاولة حياته الطبيعية في أجواء يسودها السلام. وأكد بوتين في مقالة له قبيل انعقاد القمة الدورية التاسعة لمجموعة بريكس في الصين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سوريا وبلدان ومناطق أخرى من العالم، داعيا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط عبر أسس القوانين الدولية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تتعامل مع جميع الدول لحل الأزمات في المنطقة. وفي كلمة له أمام طلاب ومعلمي معهد العلاقات الخارجية في موسكو، أكد لافروف أن السوريين هم وحدهم من يقررون مصيرهم ومستقبل بلادهم. لافروف أضاف أن واشنطن عجزت عن لعب دور في تسوية الأزمة في سوريا، كما عجزت عن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، معربا عن جهوزية روسيا للمحادثات مع شركائها بغية التوصل إلى حلول لجميع الأزمات. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 14 و15 من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية الكازاخستانية أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك في 13 أيلول قبيل محادثات أستانا 6. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين تعرضوا لضربات قاسية في سوريا وتشكلت في الآونة الأخيرة أسس لتحسين الأوضاع وعودة الشعب السوري لمزاولة حياته الطبيعية في أجواء يسودها السلام. وأكد بوتين في مقالة له قبيل انعقاد القمة الدورية التاسعة لمجموعة بريكس في الصين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سوريا وبلدان ومناطق أخرى من العالم، داعيا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط عبر أسس القوانين الدولية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تتعامل مع جميع الدول لحل الأزمات في المنطقة. وفي كلمة له أمام طلاب ومعلمي معهد العلاقات الخارجية في موسكو، أكد لافروف أن السوريين هم وحدهم من يقررون مصيرهم ومستقبل بلادهم. لافروف أضاف أن واشنطن عجزت عن لعب دور في تسوية الأزمة في سوريا، كما عجزت عن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، معربا عن جهوزية روسيا للمحادثات مع شركائها بغية التوصل إلى حلول لجميع الأزمات. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 14 و15 من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية الكازاخستانية أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك في 13 أيلول قبيل محادثات أستانا 6.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين تعرضوا لضربات قاسية في سوريا وتشكلت في الآونة الأخيرة أسس لتحسين الأوضاع وعودة الشعب السوري لمزاولة حياته الطبيعية في أجواء يسودها السلام. وأكد بوتين في مقالة له قبيل انعقاد القمة الدورية التاسعة لمجموعة بريكس في الصين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سوريا وبلدان ومناطق أخرى من العالم، داعيا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط عبر أسس القوانين الدولية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تتعامل مع جميع الدول لحل الأزمات في المنطقة. وفي كلمة له أمام طلاب ومعلمي معهد العلاقات الخارجية في موسكو، أكد لافروف أن السوريين هم وحدهم من يقررون مصيرهم ومستقبل بلادهم. لافروف أضاف أن واشنطن عجزت عن لعب دور في تسوية الأزمة في سوريا، كما عجزت عن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، معربا عن جهوزية روسيا للمحادثات مع شركائها بغية التوصل إلى حلول لجميع الأزمات. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 14 و15 من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية الكازاخستانية أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك في 13 من أيلول قبيل محادثات أستانا 6. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين تعرضوا لضربات قاسية في سوريا وتشكلت في الآونة الأخيرة أسس لتحسين الأوضاع وعودة الشعب السوري لمزاولة حياته الطبيعية في أجواء يسودها السلام. وأكد بوتين في مقالة له قبيل انعقاد القمة الدورية التاسعة لمجموعة بريكس في الصين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سوريا وبلدان ومناطق أخرى من العالم، داعيا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط عبر أسس القوانين الدولية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تتعامل مع جميع الدول لحل الأزمات في المنطقة. وفي كلمة له أمام طلاب ومعلمي معهد العلاقات الخارجية في موسكو، أكد لافروف أن السوريين هم وحدهم من يقررون مصيرهم ومستقبل بلادهم. لافروف أضاف أن واشنطن عجزت عن لعب دور في تسوية الأزمة في سوريا، كما عجزت عن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، معربا عن جهوزية روسيا للمحادثات مع شركائها بغية التوصل إلى حلول لجميع الأزمات. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 14 و15 من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية الكازاخستانية أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك في 13 من أيلول قبيل محادثات أستانا 6. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين تعرضوا لضربات قاسية في سوريا وتشكلت في الآونة الأخيرة أسس لتحسين الأوضاع وعودة الشعب السوري لمزاولة حياته الطبيعية في أجواء يسودها السلام. وأكد بوتين في مقالة له قبيل انعقاد القمة الدورية التاسعة لمجموعة بريكس في الصين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سوريا وبلدان ومناطق أخرى من العالم، داعيا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط عبر أسس القوانين الدولية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تتعامل مع جميع الدول لحل الأزمات في المنطقة. وفي كلمة له أمام طلاب ومعلمي معهد العلاقات الخارجية في موسكو، أكد لافروف أن السوريين هم وحدهم من يقررون مصيرهم ومستقبل بلادهم. لافروف أضاف أن واشنطن عجزت عن لعب دور في تسوية الأزمة في سوريا، كما عجزت عن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، معربا عن جهوزية روسيا للمحادثات مع شركائها بغية التوصل إلى حلول لجميع الأزمات. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 14 و15 من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية الكازاخستانية أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك في 13 من أيلول قبيل محادثات أستانا 6.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين تعرضوا لضربات قاسية في سوريا وتشكلت في الآونة الأخيرة أسس لتحسين الأوضاع وعودة الشعب السوري لمزاولة حياته الطبيعية في أجواء يسودها السلام. وأكد بوتين في مقالة له قبيل انعقاد القمة الدورية التاسعة لمجموعة بريكس في الصين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سوريا وبلدان ومناطق أخرى من العالم، داعيا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط عبر أسس القوانين الدولية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تتعامل مع جميع الدول لحل الأزمات في المنطقة. وفي كلمة له أمام طلاب ومعلمي معهد العلاقات الخارجية في موسكو، أكد لافروف أن السوريين هم وحدهم من يقررون مصيرهم ومستقبل بلادهم. لافروف أضاف أن واشنطن عجزت عن لعب دور في تسوية الأزمة في سوريا، كما عجزت عن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، معربا عن جهوزية روسيا للمحادثات مع شركائها بغية التوصل إلى حلول لجميع الأزمات. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 14 و15 من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية الكازاخستانية أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك في 13 من أيلول قبيل محادثات أستانا 6.